يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعد عكاشة ابن محصن رضي الله عنه من الذين جزم لهم بالجنة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ بلا شك ولا ريب أننا نجزم ونعتقد أن عكاشة ابن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.